السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، الجزء الثاني من درس الأحلاف العسكرية هدخل في الموضوع على طول ونبتدي نتكلم، بس من ضمن الحاجات الكتير اللي نفسي أقعد مع أولادي وأقولها لهم، أنتوا وحشتوني جدا 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 وربنا يقدركم ويقويكم على الوقت اللي أنتوا فيه. حاول ما تضيعش وقت أبدا، حاول كل وقتك تبقى أنت في مذاكرة أو بتعرف معلومة جديدة، حاول تحل كتير جدا جدا على قد ما تقدر، وإن شاء الله في الفترة اللي جاية بعد ما نخلص شرح الأجزاء المتبقية من المنهج هنحل مع بعض أسئلة كتير جدا جدا، بس أنت من دلوقتي ابدأ حل أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما متعودين نبدأ حصتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بنبدأ النهاردة بتكلم على حلف اسمه حلف وارسو. كنا في الجزء اللي فات اتكلمنا على حلف الناتو وعرفت كم دولة وقعت الحلف وعرفت المقر بتاع الحلف كان بروكسل. هنا هنعمل مقارنة سريعة كده وانا شغال ما بين الحلفين دول. تعال نشوف حلف وارسو ده نبدأ كلامنا نقول فيه ايه. هو ليه اسم تاني اسمه معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، عشان لما جاء اسأل في الامتحان هقول لك معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة يا ترى دي تسمى بايه، يا ترى المقر بتاعها فين؟ فالمقر بتاعها تقول لي وارسو عاصمة بولندا. وارسو عاصمة مين؟ بولندا. تعال نشوف الحلف ده نشأ ازاي. استنى كده، في الجزء الاولاني من الحصة او من الدرس قلنا ان حلف الناتو ظهر فنشأ قصاده حلف اسمه حلف وارسو، يبقى لمواجهة تهديدات حلف الناتو. هو الحلف ده الاتحاد السوفيتي عمله عشان يواجه تهديدات امريكا ودول غرب اوروبا، يبقى لمواجهة تهديدات حلف الناتو. طب سبب التأسيس مرة تانية لمواجهة تهديدات حلف شمال الاطلسي اللي هو الناتو. من ابرز الاسباب انضمام المانيا الغربية سنة 55، السنة اللي ناقصة هنا عام 1955. خلي بالك انضمام المانيا الغربية زود قوة حلف الناتو، لما زادت قوة حلف الناتو نشأ حلف مواجه اسمه حلف وارسو. ماليش مستر، قولي تاني السؤال، بما تفسر نشأة او تأسيس حلف وارسو؟ هتعرف تجاوب؟ هعرف للسببين، مواجهة تهديدات حلف الناتو، والسبب الثاني او من ابرز اسبابه المانيا الغربية انضمت لحلف الناتو. طب الدول الموقعة الحلف هناك قلنا كانوا كام دولة؟ ايوة 12. طب الدول الموقعة الحلف هنا 9 دول. مين التسع دول دي؟ ألف ب ت، ألبانيا بولندا تشيكوسلوفاكيا. ألف ب ي، ألمانيا بلغاريا يوغوسلافيا، وبعدين الاتحاد السوفيتي والمجر ورومانيا. ألف ميم ر، الاتحاد السوفيتي والمجر ورومانيا. حط حروف كده هتلاقي نفسك بتقول ألف ب ت، ألف ب ي، ألف ميم ر. اكتبها عندك في الورقة وبعدين ابتدي جرب تسمع. ممكن نشيل تاني كده، ايوه البانيا بولندا تشيكوسلوفاكيا، البانيا بولندا تشيكوسلوفاكيا، وبعدين المانيا بس المانيا الشرقيه، ايوه، وبعدين بلغاريا يوغوسلافيا والاتحاد السوفيتي، ده الدوله الكبيره اللي عملت الحلف، وبعدين المجر ورومانيا. تعال جرب شوف نفسك سمعت صح ولا لا. البانيا بولندا تشيكوسلوفاكيا، المانيا بلغاريا يوغوسلافيا، الاتحاد السوفيتي والمجر ورومانيا. الف ب ت، الف ب ي، الف ميم ر. طريقه تحفظك التسع دول. عايز اسال نفسي بقى سؤال، هل الحلف ده بيقوى ولا بيضعف؟ يعني عدد الدول بيزيد ولا بيقل؟ عدد الدول في حلف وارسو بيقل، يبقى اكيد الحلف بيضعف. عدد الدول في حلف الناتو كان بيزيد. خلي بالك دي مقارنه ما بين الاثنين. المقر بتاعنا زي ما احنا اتفقنا هو وارسو عاصمه بولندا. وارسو عاصمه بولندا ده مقر الحلف، يبقى بولندا دي مقر الحلف العاصمه بتاعتها. تعالى نسأل موقف الصين وألبانيا من الحلف. الصين قالت لدول الحلف وهم بيوقعوا الحلف أنا معاكم، قالوا لها تعالي وقع يا صين، قالت مش معاكم. ليه؟ الصين لم توقع. هي مين؟ الصين، ولكن تعهدت بدعم الدول الأعضاء. موقف غريب شوية. طب وألبانيا مستر، حضرتك قايل لي موقف الصين وألبانيا. ألبانيا انسحبت. لما سألت ألبانيا انسحبت ليه؟ قالوا لي عشان احتجاجا على اجتياح القوات السوفيتية للثورة الشعبية في تشيكوسلوفاكيا ضد الحكومة الشيوعية. تحس الكلام مكلكع وانت مش فاهم حاجة، اهدى على نفسك كده شوية. حصلت ثورة شعبية في تشيكوسلوفاكيا ضد الحكومة. طيب الاتحاد السوفيتي ليه دعوة؟ الاتحاد السوفيتي دولة عظمى، فتدخلت بالقوة العسكرية وضربت في الشعب عشان تحمي الحكومة الشيوعية. الكلام ده طبعا ما عجبش
دولة ألبانيا وقالت كده ممكن تتدخل في شؤوننا كلنا، فبدأت ألبانيا تحتج على ذلك وخرجت من الحلف احتجاجا على تدخل القوات السوفيتية. الموقف ده مهم، وممكن يقول لي قارن بين موقف الصين وموقف ألبانيا. في دولة ما دخلتش أصلا هي الصين. الصين لم توقع لكنها تعهدت بدعم الدول الأعضاء. انسحبت ألبانيا سنة 68 ردا على اجتياح القوات السوفيتية لدولة تشيكوسلوفاكيا لقمع، يعني للقضاء على الثورة الشعبية المناهضة يعني المضادة للحكومة الشيوعية. تعال نشوف نصوص الحلف. جميل أو نصوص الحلف ده، أي دولة محبة للسلام عايزة تنضم للحلف تدخل بشرط إجماع الدول. هما كانوا عايزين يزودوا قوتهم، فبقولك مش مهم السياسة بتاعتك، سياستك تكون ايه، دينك يكون ايه، بغض النظر عن اتجاهاتك، بغض النظر عن النظم السياسية والاجتماعية، بغض النظر عن اللغة بتاعتك، عادي جدا ممكن تدخل. طيب انهيار حلف وارسو. حلف وارسو ما قعدش فترة طويلة من الزمن ولا قعد فترة طويلة. الحلف تأسس 1955 وانتهى الحلف 1991. الفترة اللي كان فيها الحلف دي كان موازي لحلف الناتو، قوة بتاعتهم متقاربة، وقلنا ان الحلفين كانوا بيتسابقوا في السلاح. ولكن حدثت احداث غريبة، الاحداث الغريبة دي كانت هي السبب في انهيار حلف وارسو. ايه الاحداث الغريبة دي؟ تولي الرئيس السوفيتي جورباتشوف السلطة في الاتحاد السوفيتي واعلن عن سياسته الجديدة اللي سماها ايه؟ إعادة البناء الاقتصادي. عايز يبني اقتصاد الدولة من أول وجديد بشكل مختلف. طب تعال نشوف الشكل المختلف يطلع إزاي. الشفافية والانفتاح السياسي، يبقى انفتاح سياسي وشفافية، انفتاح سياسي وشفافية، مش انفتاح اقتصادي على الغرب. بص النقطة رقم 4، يبقى في 2 انفتاح عايز يعملهم، انفتاح مش انفتاح سياسي وشفافية وانفتاح اقتصادي على الغرب، وبعدين اعتماد على القطاع الخاص واعتماد على المستثمرين الأجانب. هذه النظام او هذه النظم في الشيوعية او في الاشتراكية هي عكس تماما النظام اللي الدولة كانت ماشية عليه. فبسرعة حصلت احداث غريبة نتيجة لهذه السياسة. يبقى السياسة دي فشلت في ايجاد نظام اكثر تطورا، او فشلت سياسة جورباتشوف الجديدة. يا ترى فشلت السياسة دي، ايه دليلك انها فشلت؟ تعال نشوف فشلت ايه الدليل. ظهرت نزعة انفصالية داخل الجمهوريات السوفيتية وداخل دول حلف وارسو. يبقى بدأت النزعة الانفصالية في الجمهوريات السوفيتية وفي دول الحلف نفسه. طب ماشي، طب مستر ايمن هو الفشل ده ادى الى ايه؟ تعال نشوف الفشل ادى الى ايه. بص تسارع الاحداث. النزعة الانفصالية اللي اتفقنا عليها وهدم سور برلين، ألمانيا الشرقية اللي كانت في حلف وارسو انضمت لألمانيا الغربية، اتهدم سور برلين والوحدة الألمانية واستقلال الجمهوريات السوفيتية، مما أدى إلى تحلل الدول من التزاماتها. دول حلف وارسو بدأت تتفكك كل واحدة ورا الثانية. 1991 تم إعلان حل الحلف رسميا وانتهى حلف وارسو تماما. لو عايز أسأل حضرتك دلوقتي على خريطة فين الأحلاف العسكرية تقدر تشاور عليها، الحلف ده هيكون حلف ايه اللي فيه كندا وامريكا؟ اكيد ده مش حلف وارسو، ده اكيد حلف الناتو. طيب لو قلت الحلف اللي فيه العراق وايران وتركيا، اكيد ده حلف بغداد او الحلف المركزي. الحلف ده يبقى اسمه حلف وارسو، والحلف ده اسمه جنوب شرق اسيا. ما تنساش، خلي بالك في اسئله كتير قوي هتنزل لحضرتك بعد ما نخلص جزء الشرح. عايزكم تركزوا كويس قوي، وربنا يكتب لكم دايما الخير، واشوفكم على الف خير. سلام عليكم.